كما ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع. بداية وبعد التحية، كيف تقرأ المردود السياسي والاقتصادي لهذه الزيارة للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة، وأيضا ما تحمله من مكاسب اقتصادية واستثمارية هامة؟ يعني في البداية برحب بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وبأؤكد على أن العلاقات بين مصر وصربيا، يعني بنتكلم عن حوالي 116 عام على العلاقات المصرية الصربية، وهي مسيرة تعاون مثمر. حتى يعني هناك من أيام الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن توطدت بشكل كبير جدا في عهد الرئيس سيسي. شفنا الزيارة القبلية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا وكيف كان استقباله لافتا هناك، وهو ما أكد عليه حتى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم. العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية وثرية، وكما يؤكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم، أكد على أن الشعب الصربي شعب عريق وثري، وأن مصر تتطلع إلى تبادل المزيد من الخبرات مع هذا الشعب، وبالتالي مصر مهتمة بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. ورأينا كم الكلمات الجيدة والطيبة من الرئيس الصربي فيما يتعلق في اعتزاز بلادي بما يربطها مصر بعلاقات تاريخية، وتطلعه للعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون في كافة المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، وترحيبي بعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن. إذا عدنا إلى كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي، هناك العديد من الملفات التي تم تناولها في هذا الصدد، وربما تحمل بعضا من التوافق بين مختلف هذه الملفات. بالضبط، يعني إذا تحدثنا عن تطابق الرؤى بين البلدين خصوصا في الأزمات التي تمج بها العالم، وأيضا ما يحدث على سبيل المثال في الأزمة الأوكرانية والسودان وليبيا، وأيضا إقامة دولة فلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، ويعني عودة الأمور إلى طبيعتها، كيف تقرأ هذا التطابق في الرؤى بين القاهرة وبلغراد؟ يعني بالفعل هناك تطابق وتوافق في الرؤى بين مصر وصربيا فيما يتعلق بعدد من الملفات اللي حضرتك ذكرتيها، زي الأزمة في أوكرانيا، زي الحرب على قطاع غزة، زي المشاكل التي تعاني منها المنطقة. وبالتالي ينشد الرئيسان وتنشد العاصمتان دائما السلام والاستقرار لهذه المنطقة، وتعلم وتعرف صربيا جيدا أن مصر هي رمانة الميزان في هذه المنطقة، وأيضا أن دعم مصر واجب سواء من أوروبا أو العالم لتحقيق هذا الاستقرار. وكانت هناك كلمات مهمة في هذا الإطار فيما يتعلق حتى بموضوع السودان وليبيا، تحدثنا عن قطاع غزه، تاكيد الرئيس السيسي على حتميه تحقيق وقف اطلاق نار قوي وشامل في اقرب وقت ممتع اقرب وقت ممكن، رفض مصر القاطع للتهجير بكافه صور ومحاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه. وكان الاهم من هذا كله التصريح الذي اعتقده يعني هو تصريح شامل ومتوقع من الرئيس السيسي فيما يتعلق برفض مصر توظيف معبر رفح البري ليكون بمثابه اداه لاحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، ويؤكد على موقف مصر الرافض دائما للحصار وتجويع الفلسطينيين، واعتبار غزه الان اصبحت غير صالحه للسكن، وهو ما يؤكد على ان اسرائيل تستهدف هذه الحرب تستهدف اباده بشريه في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما ترفضه مصر بكل قوه، ويعني تروج من خلال اللقاءات مع الرئيس السيسي مع المسؤولين او خلال المؤتمرات الدوليه لرفض هذا المخطط الصهيوني الذي يعني هو ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الانساني. نعم، الاستاذ محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع، شكرا لك جزيل الشكر.